السلام عليكم، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو هذا وغادي نبدا الفيديو. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بصحه جيده يا سيدي ربي وتكونوا هما هادوك. شكرا كاع للناس اللي طلبوا لي السماحه، وشكرا كاع للناس اللي قالوا لي مزيانه فاطمه ملي خرجتي وغوت انت ساكته. شكرا كاع للناس اللي كيقولوا لي فاطمه علاش ما خرجتيش من شحال هذه، قلتي لنا حنا ظلمناكي بزاف. التفاعل في الفيسبوك لحقاش كلشي كان كيقول حتى في الفيسبوك باش نعرفوا شنو اللي كاين. واخا كنتعرض للهجوم، انا عارفه الهجوم اللي كنتعرض عليه، ماشي كونطات واحد جوج كونطات ولا ثلاثه، ولكن انا عارفه الكونط ديال من. واش نقول لك معايا؟ يلا دخلت الفيسبوك وكتبت الهام، انا نحط لكم السكريني ديال الهام وحطاته. انا نقول لك هاي الهام جوج هضرت ليها، نقول لك الهام انا راه ما كنخافش، باش تعرفي انا ايام كنخاف من الله اللي خلقني. واخا قلت لكم اخر مره واول مره واخر مره غادي ندوي على الموضوع، ولكن فاش حطيت وإلهام كتبات غادي نجاوبك دابا إلهام اختي. باقي كنقول لك اختي، عرفتي علاش؟ كما قلتي داك الطعام والملح اللي شاركنا ياك إلهام. إلهام تمنيت لو انك دابا داك الكتابه اللي كتبتي دابا جبتي فيها الله ياخذ فيك الحق، ولا سميتو باش غياخذ فيا ربي الحق. دويت على الحقيقه ووضحت للناس اللي كاين، قلت اللي كاين، هضرت على حقي حتى انا، انت سكت نافعك. تمنيت لو ان داك السكريني دابا اللي مسحتي كتبتيه في الفيسبوك وشفتي الناس هاجموك وقالوا لك بان السيده باغي دافعت على حقها، وحنا كنا ديما كنظلموها، ما فيك خير ما فيك خير، وفاش دوات هي عرفنا اللي كاين. علاش انت ما حطيتيش لي فيديوهات؟ وعلاش انت ما كنتيش شاركتي معنا داكشي اللي كانت كتشارك معك فاطمه وكتعطيك فاطمه؟ ما كنتيش كتشاركي؟ ما عنديش الاشكال إلهام، خذي راحتك، كل واحد كيخلص الله كيف ما قلتي، ولكن انا غنخاف من الله. راه قلت لك داك النهار، قلتها في الاوديو، قلت لك الا كنتي كتخافي الله اللي خلقك راه غادي تدوي على الحق، وغتقولي داكشي كامل فاطمه كاين، ما خفتش من الله. راه اي كذبه غادي تقوليها كيف ما بغات تكون، كيف ما بغات تكون غتقولي لك، غتقولي ديك الكذبه غتقوليها، غتقولي ما دارتش وما فعلتش وما تركتش وما درتش. انا راني عندي ادله الهام، وما كنتش بغيت نحطهم، عندي كتابه ديالك، عندنا الهضره ديالك، عندي كلشي، ماشي بنت الحرام اللي غادي نحط ميساجات بيني وبينك في الانستغرام، كلشي اي حاجه، اوديوات ديالك، ميساجات ديالك اللي كتكون في الواتساب، اي حاجه. عرفتي علاش؟ الحق سبحان الله كنت حسيت واحد الحطره غادي يطرى هذا الشيء، غادي يطرى هذا الشيء. انا ما كذبت عليك حتى شي حاجه إلهام، الا ما شكرتكش ما غاديش نهيبك، ولكن جيت تقولي حسبي الله ونعم الوكيل، لا كذبت فيك، الله ياخذ فيك الحق، فاش غياخذ فيا الحق؟ تمنيت لو انك تخرجتي فيديو واحد وقلتي لهم داك الانسان ما تهاجموهاش بديك الطريقه اللي هجمتو بها، راه ما دارت والو، فرق الله القدر بينه وبينها، كل واحد يشد طريقه، ما كناش كاع غنوصلوا لهذا الشيء. اما انت الناس كيعايروا، واي فيديو كنت كنلوحو كيعايروا، واي انستغرام كنلوح فيديو كيعايروا، فيسبوك كنلوح فيديو كيعايروا. وبنادم الله ياخذ فيك الحق، الله ياخذ فيك الحق، ما قديتيش تخرج إلهام ولو بفيديو واحد ولو بتوضيح واحد، عايشه حياتك ما مسوقاش، دايره راسك بان داك الشيء كامل اللي كيقولوا لي في الناس فيا. انت عارفاني انا شنو كنسوى؟ الحمد لله، وعارفه بان داكشي كامل اللي قلت حقيقه. انا قلت لك راه كنخاف من الله، راه كنا عطينا عهد انا وياك في القران، يلا باقي عقل على داك العهد راه غادي ديري به. حنا ما غدرناش إلهام، عمري ما غدرت فيك، ولكن انت بغيتي تسمحي في كلشي، سمحتي في كلشي، قلت لك الله يسهل، بلوكيتيني ما مره ما جوج ما ثلاثه إلهام، وكترجعي فيا تنقول ماشي مشكل. ما بغيتش هي إلهام نهضر في شي مواضيع اللي راكي عارفه انني بيني وبينك، وهضره بيني وبينك كانت، والكلام كاين بينك وبين كانت، والصفحه قداش كانت انا وياك، وراكي عارفه مبي. خلي مسائلها كيف ما هي، باش بلا ما ندوي. ولكن والله إلهام انا راه كنحلف، راه والله إلهام، راه اقسم بالله، لو انك تقولي غير باقي تكتبي لي شي ميساج ولا شي حاجه، تقولي بان ديك الانسانه كذبت، او انك تخرجي بتوضيح تقولي انني فاطمه كذبت، راه غنخرج انا بتوضيح عين بانو بنادم يقرا، ونخلي انا بنادم يقرا ويسمع الاوديوات، الرسائل اللي بغات توصل توصل، ندخلو كاع الحبس، ما عندناش مشكله إلهام، ما عنديش مشكل، انا كندوي على حقي وعلى حق داك الدري اللي ضاع هاد عام عام عامين، وحق ولدي ضاع في اليوتيوب عامين، وانا كنقول الحمد لله درت ما حال ومقاتله وخدامه دابا الحمد لله بخير، ما كنتسوقش اليوتيوب لحقاش، تنقول الرزق عند الله، ماشي الله اللي كيرزق، ماشي عند العبد، ولا ماشي من هادي، ولا ماشي على ربي، هو اللي كيرزق. ولكن كيبقى فيك الحمية، كتكون عندك واحد الفئة اللي كتحبك اصلا وكتبغيك، في الاخر كيجي واحد ساكت السكوت ديالو نافعو، وما كيدافعش على ديك الانسان اللي مقاتله حتى هي، راه كيف ما مقاتله على الاسره ديالتك، حتى انا متقاتله مع ولدي، مع ولدي مقاتله على داك الدري، انا كنجري على ولد ولدي،
الحمد لله والشكر لله. مي انا عمرني ذكرتك بالخايبه، دخل الفيديوهات كاملين، عمرني قلت عليك كلمه لعيب. انا ما شكرتك ما غاديش نهيبك، مي كيبقى مي ما كنعرف كيفاش كنهضر. لحقاش ماما دائما كانت كتشدني كتقول لي لا ما تقوليش عندك وانت تقولي توضحي عندك بنتي تقولي داكشي. وماما شافت كلشي بعينيها، راه الا مره جيتي عندنا نوضح، راه ماما شافت كلشي بعينيها، راه شافت كلشي الهم ماما بعينيها، راه خلينا ساكتين اي الهم، راه ماما شافت كلشي بعينيها وخلي داكشي اللي شفتها الهم شفنا غير الخير. راني عشت معاك انا مده طويله، راه شفنا الكثير والخايب والمره والزوينه وراك شفتي شنو كنت كندير، راك شفتي شنو كندير باش تكتبي داك الميساج وتقولي لي الله ياخذ فيك الحق وداك الشيء كامل كذوب. انا ما كذبتش عليك، بغيتي نحط نحط، ما عندي حتى شي مشكل. كتبي لي غير ميساج، كتبي لي في التعليق، كتبي لي حطي يا فاطمه غنحط، نحط الناس يقراو وهما ديك الساعتين غادي يحكموا. قولي لي حطه فاطمه ونحط، ونزيد مازال نوضح البنات اكثر من هكذا، ونحط البنادم اكثر من هكذا. غير جوج حوايج اللي نقول لكم اخوتي، غير جوج حوايج اللي نقول لكم، راه اقسم بالله راه الا انا كنقولها وكنعاودها، انانية راه اللي جا كيدي فيا ويجيب فيا، راه ماشي غير وحده ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه اللي مستغليني ولا سته. راكم كنتو كتشوفوا كلشي اخوتي في الفيديوهات، راه كنتو تدخلوا الفيديوهات، راه فيما كتشوفوني مع شي قلقوم، راه نتوما كتقولوا لي فاطمه اش كديري تما، فاطمه فين مشيتي، فاطمه شدي الارض، فاطمه ما كتشدش داركم، فاطمه فين مشيتي. وانا كنخدمي على ود ولدي، وانا كنخدمي على ود ولدي، كنشد الكيره بالليل وبالنهار باش نصور فيديو مع ناس اخرين، باش انني نطلع غير انني نطلع قناتي، باش انني غير نستمر في قناتي، باش انا غير نعيش ولدي ونوصلوا لاحسن مراتب، ماشي على شي حاجه انني ندير فيلات وندير طوموبيلات. لا انا كيهمني هي ولدي، هادشي اللي كنت كندير، مكنتش كندير حتى شي حاجه خايبه الحمد لله، ولا خارجه للطرق ولا حتى شي حاجه الحمد لله. وشوف واي حاجه كنت تنغلط فيها نتوما اللي كنتو كتنصحوني، نتوما اللي خوتي، نتوما اللي حبابي، نتوما الامهات ديالي، ولي الله يخليكم ليا يا ربي. نتوما دائما اللي كنتي كتنصحوني كتصيفطوا ليا في الخاص غير الا غلطت غير شويه. راكم شفتوا غير فاش حيدت الزيف وبديت كنبين هي داك الشابويات، فاش كنت مشيت عند شي ناس اخرين حتى هما، وبديت لا بدلي اللوك ديالك لا بدلي الشكل ديالك لا 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 لا. حتى انا لحقاش الراس مني ما كيكونش راه هذا هو، ومني كي شوفوا راه انت عندك واحد الحاجه كيقول لكم يدخلك شنو يا ربي الصفر العظيم، يدخلك الشيطان، ما يدخلكش بنادم، راه الشيطان كتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيمشي. وإلا دخلك بنادم راه هي اللي صعيبه، وبدلت الشكل ديالي وبدلت وخرجت العنق وبديت كنخ صافي. نتوما جالسين عليا لا فاطمه ما مولفينكش بديك الطريقه، الله يا فاطمه ما مولفينكش بديك الحاله، لا فاطمه لبسي زيف كيف ما ولفناكي لبسي. ولكن ما كنت في واحد العالم اخر البنات، انا نقول لكم انا نجيكم نيشان، نجيكم اي فيديو اي حاجه عايز فين فين نجيكم نيشان، وشنو دار فيا البشر وشنو وصلني البشر وفين وفين كنت وفين فاش وليت. ولكن ما كنتش كنهضر، فما كان بين هضر كنقول علاش غادي نهضر، علاش غادي نقول، علاش غادي نتكلم، خليني ساكته. وداك السكت ديالي هو اللي كيجيب لي هذا الشيء، والسكت ديالي هو اللي كيجيب لي هذه التعاليق، والسكت ديالي هو اللي كيجيب لي امن بنادم يضمني ويزيد. اللي كيعرفني وعاشرني راه الحمد لله كيقول عليا كلام الحق، وخا ندير اللي درت في اي فيديو، لحقاش جا عندي للدار عاشرني كلا معايا شرب معايا، عارف فاطمه شنو كتسوى. انا راه ما عمري تبدلت هكذا الحمد لله، تنقول لماما راه ديما كنقول لماما كنقولها نهار اللي غادي نتبدل، نهار اللي غادي نتبدل الله يجيب ليا موتي قبل من غدا، نهار اللي غادي نتبدل على الواحد، ولا غادي نولي وحده اخرى، ولا غادي يغرني الفلوس، ولا غادي يغرني المال. اقسم يا كمينه بالله ماما هنا كتسمعني كنقول ليها بغيت ربي يطيرني على ولدي، ما نبقاش مازال تنقول لها لحقاش انا هادشي راه ما دايمش ليا. انا راه كنت كنصيفط الفلوس في الكونط، انا تمنيت انها تكتب شي وحده دوك اللي صيفطوني الفلوس في سبيل الله تكتب، راه كنت كنصيفط الفلوس للناس ما كنتش كاع عارفاهم حتى شكون هما، واش نصابه ولا ماشي نصابه، كنت غير تقول لي شي وحده عافاك فاطمه تمشي كنفيرسي لها الفلوس كنصيفطهم ليها، ما كنعرفها كاع شكون كنصيفطها، كتقول لي ماما واش كتعرفي شكون هادي، واش شفتي الوضعيه ديالها. تنقول لها ماما لا، غير بقات فيا عاودت لي في التليفون حتى هي كبحالو عندها ظروف كبحالي، وراها ماما عاونتني لا في سبيل الله ما عرفاش. تقول لها ماما راه بنتي الله يهديك راه كاين غير كينصبوا هادي، راه بنتي ما ديش ديك الحاله الا ما شفتيش وعرفتي الانسان. نقول لها ماما احنا هكا دايرين، احنا دوزنا واحد التجربه قاصحه، اللي كتجي تشكس وعندها ولا ما عندهاش ها الله كاين بيناتنا،
راه انا قلت لها ماما كنصيفط من رزق ولدي، انا تنقول لها كيبقاو فيا الناس اللي كيبحالي واللي كيتادوا كيبحالي واللي كيكونوا كيبحالي، ولكن ما شئت الا ان تقولي الله ياخذ فيك الحق. هادي تمنيت ديك الكلمات كنت خرجتيها في فيديو وقلتيها، ما قلتيهاش، ما قلتيهاش للناس اللي كانوا كيظلموني، ما قلتيهاش للناس اللي كانوا كيقولوا الله ياخذ فيك الحق فاطمه ما فيك خير، ما هادي تخرج تقولوا ما ديك السيده راه كانت عاملت معايا احسن معامله وكنت معاها وصورنا وضحكنا معاها راه كانت مزيانه، ما قلتيهاش إلهام، كنت سكتتي. شنو قلتي لي إلهام في واحد الاوديو باقي عندي وقالها لي راجلك قال لي الا مشات لك ما تجاوبيش لدوك الناس، واخا يقول لك ما فيك ما فيكش خير ما تجاوبيهمش، الا مشيت الا مشات لك القناه ديك الساعه فاش كانت القناه كانت سينياليه وكتمشي، قلت قال لي راجلك الا كانت مشات لك القناه الا مشات لك القناه حنا 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 عاوتاني نجددوا لك قناه من جديد، علاش غتمشي ليا قناتي وانا الحمد لله ما دايره حتى شي حاجه باش انني نتما راني خايبه ديال بصح. هادشي كامل سكتنا ليها إلهام، ما قلناش حتى شي مشكل، دابا تجي تقولي لي هذيك الهضره، انا زعمه بوجهي انا زعمه بكل شيء، انا راه قلت لك راه كنخاف اللي يخلقني والحمد لله بيناتنا الله، انا ما كنتعداش ما كنتعدى عند حتى شي واحد، الحمد لله راه ربي عارفني وشاهد عليا، انا ديما كنقولها في الفيديو تنقول لها اللي بغاني مرحبا كيف ما انا، اللي ما بغانيش ما يدخلش لعندي، حتى داك الكومونتير بلا ما يخسروا عليا، واللي كيحبني مرحبا به كيف ما بغى، وداري عاوتاني وبقى نعاودها وداري مفتوحه لاي واحد جا دق بابي مرحبا به كيف ما بغى وفين ما بغى يكون اي مدينه كان فيها كنقول ليه مرحبا بك اجي عند اختك، اجي عند اختك فاطمه شوفها كيف ما هي وجلس معاها، انا كنقول لكم اخوتي عاشروا الانسان عاشروا الانسان، عمركم تحكموا على فيديوهات ولا تحكموا على نهار ولا تحكموا على داك الشيء اللي حاط، عاشروه وديك الساعات حكموا جيو عنده عاشروا، والمعاشره هي اللي كتوري لكم الانسان، انا جيت دابا غير نجاوبك على داك الميساج اللي صيفطتي ليا وكتبه داك الميساج، تمنيت كيف ما جاوبتي دابا كنتي غادي تجاوبي للناس في البلاصه، كنتي غادي ديري فيديو وغادي تجاوبي عليه في اليوتيوب وغادي تقولي لي كاين، وراه قلتها لك قلت لك الا كذبتي داك الشيء كامل اللي كنت قلت في الفيديو السابق انا معاك ديك الساعات عندي حتى شي مشكل، انا نحط كل شيء، وديك الساعات الا عندك شي هضرتي ولا سكرين ديتي ولا عيطت بشي حاجه ولا داك الشيء كامل كذوب حطيه، ما عندي حتى شي مشكل على الراس وعيني يا إلهام، حطي لي بغيتي، عمري ما ذكرتكش بالخايب، الا ما ذكرتكش بالزول ما كنذكركش بالخايب، وعندي الناس يا إلهام، الناس اللي كتكلمي معاهم مورا ظهري وكتعايري فيهم وكتهضري ليا فيهم وكتقولي شي امور اللي ما كايناش كاع، كيجيو في البلاصه كيسكريوني الميساجات وكيصيفطوا ليا فاطمة الزهراء شوفي شنو قالت عليك اللي كتقولي اختك وحبيبتك وكلشي، ها شنو كتقول عليك، كنقول لهم كل واحد يخلصوا الله كما قلتي كل واحد يخلصوا الله، وكيجيو عاوتاني عندك ويصيفطوا لك وتشدي معاهم إلهام حتى للصباح كيسكريني ويصيفطوا ليا، ها باش نقول لك راه اللي داخلك داخلك على مصلحتك، راه كتجيب منك الهضره وكتصيفط ليا انا كتقول لي جمعي راسك لا تجمع فاطمه راسك بهذا المستوى هذا، وكاينين يوتيوبر ذات إلهام اللي جاو عندك وكلشي وهضروا وهضرتوا مورا ظهري وكلشي وصيفطوا لي السكرين تيقولوا لي فاطمه رجعي داكي لهادي ترجعي شوف هاد الانسان شنو كتقول فيك، رغم ذلك ما كان تيقش ما عمري قديت نقولها لك، تنقول نسكت ماشي مشكل يقدر من دماغي غير فارقنا هي وكداك، وكنشوف ميساجات كإلهام وكدا مكتوبين وعندي.